السلام عليكم. صدقة العلم نشره وتعليمه. من المعلوم جدا أن النباتات والأشجار تزرع في الأرض المستدامة، بمعنى أن راح تكون الجذور تحت سطح التربة. وفي تقنية أخرى الزراعة المائية، الزراعة بدون تربة. بس اليوم موضوعنا غير. الزراعة المعلقة لا هي تحت التربة ولا هي في الماء. راح نبدأ بالموضوع بإذن الله تعالى، ونقول بسم الله ما شاء الله وتوكلنا على الله. نبات الأوركيد، نبات الأوركيد المعلق. طبعا راح يحط النبتة هذه في الصالات، في الغرف، في المجالس، بلمسات جدا 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 ممتازة. طبعا تجي ألوان وأشكال من الزهور، وهنا الجذور المكشوفة المعلقة بلمسات جدا جدا ممتازة. العناية جدا سهلة، انك تحطها في ستاند في الغرف اي زاوية او اي مكان. طريقة الري، طريقة الري نوعين، ان كنت تجيب الرشاش للماء البخار، ولكن ما انصح لانه راح تكون القطرات في الفراش او الزولية هذه. ولكن الطريقة الثانية راح نشل النبتة طبعا بهذه الطريقة، ما شاء الله شوفوا كيف تبارك الرحمن. راح نشلها وين؟ نحط إناء زيلة سطل في ماء، ونحط الجذور بهذه الطريقة في الماء لمدة 10 دقائق لحد ما تستكفى من الماء، لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة بهذا الشكل. وبعدين راح نحطها مثلا كذا، راح نحطها مثلا في أي مكان خارج الغرف لحد ما تقفل الجذور شوية، وندخلها في الغرف في الصالات وفي المجالس. راح تعطي لمسات جدا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن.